أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم استهلاك الكهرباء خلال اليومين الماضيين تجاوز 38 جيجا. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في العالمين الجديدة، قال مدبولي إن الحكومة في حالة طوارئ مستمرة في ظل ما وصل إليه حجم استخدام موارد إنتاج الكهرباء الذي وصل إلى أقصى معدلاته. حجم الاستهلاك اللي احنا او حصل في خلال اليومين اللي فاتوا فوق اي تصور كان ممكن يبقى موجود. احنا تجاوزنا 38 جيجا، يعني وصلنا 38.5 جيجا، ارقام حجم استهلاك فوق ما يمكن ان احنا كنا ممكن نتخيله. هيتقال هو انتم مش مخططين لهذا الموضوع؟ لا، احنا كنا حاطين دراساتنا، لكن ما حدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار، مش بتقعد يوم ولا اتنين، ده بنقعد اسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة. فأرقام مخلية ان الموضوع احنا في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة، وبالتالي بقى حجم استهلاكاتنا من مختلف انواع الوقود إلى أقصى حجم ممكن.